جونس. طيب يبقى مش only liver failure اللي ممكن تيجي بروريتس، لا حاجات كتير ممكن تيجي بروريتس. يبقى انا محتاج investigations. بس امتى اشك كلينيكالي؟ قلنا هنشوف تينج اوف جوندس، هيقول لك العيان ده بهرش مين في الاكستريمتيز، يقول لك بهرش في كف ايدي في كف رجلي، خلاص دي اما تسمعها اقلق من الايه من الهيباتيك. وهتسمعها برضو تاني في الست البريجننت اللي هي بتيجي الديفرنشال دايجنوز اوف ايه بروريتس ان بريجننت فيميل، خلاص اللي هي من ضمن اسبابها ايه من ضمن كوليستيز اوف بريجننسي، خلاص كل سيز بريجنسي ست يقول لك بهرش في كف ايد وكف رجل. يعني تقول لك كده فكر في كل سيز بريجنسي، دايما كل ستيتس يجي بالايه بالمانيفيستيشن دي برايتس في الاكستريميتيز فيس وان الاكستريميتيز الاطراف بتاعه الجسم. طبعا هلاقي انجل جوندس واعمل انفستيجيشنز، ايه اللي هطلبه؟ هطلب ليفر فانكشن، هطلب البايل اسيدز، البايل اسيدز خلاص اشوف البايل اسيدز في البلد تمام، واشوف العيان ده لو برادكارديا هتحط ايدك على نبض البايل اسيدز لو عاليه بتعمل برادكارديا خلاص. طيب اطلب البايل اسيدز خصوصا لو لقيت برادكارديا، اطلب الفيرال ماركرز والالكالاين فوسفاتيز طبعا والجاما جلوتاميل ترانسفيريز مش مكتوبه هنا والانتي ميتوكوندريال انتي بودي. ليه انتي ميتوكوندريال انتي بودي؟ ده بتاع البرايمري بيليري سيروز، ده السبيسيفيك انتي بودي بتاع البرايمري بيليري سيروز خلاص. بيورش ليه العيان بتاع الكبد؟ عشان خاطر في ديكريز ديستراكشن اوف سبستانس، السبستانس دي اللي هي بتعمل البرايتس. ازاي البرايتس بتحصل؟ الميكانيزم بتاعها دي محاضره كبيره قوي، اذا كان في وقت وعملتها ان شاء الله هقولها. بس المهم ان في مالتيبل سبستانسز، مش الهيستامين بس هو المسؤول عن الهرش، لان في حاجات كتيره البايل سولت زي ما قلنا ممكن تعمل الهيستامين الاديتس، كل دول بيعلوا لان هم ما بيتكسروش ببساطه. احنا انتوا عارفين الليفر بيكسر الحاجات دي، فاما ما بتكسرهاش بسبب الليفر ديزيز اللي تعلى هي، لان زي الهيستامين الاديتس الاوتوتاكسينز والسيروتونين، السيروتونين مهم قوي فينا وحاجات تانية لسه مش عارفينها. طيب ايه لاينز اوف ثيرابي؟ الفيرست لاين اوف ثيرابي المتفق عليه الجايد لاين قالت الريفامبيسين. طب ايه علاقه الانتي بايوتيك بالريفامبيسين مع البرايتس؟ الريفامبيسين هيباتيك مايكروسومال انزيم اندوسر، باورفل مايكروسومال انزيم اندوسر، يبتدي يكسر السبستانسز اللي احنا قلنا عليها دي فيحسن المانيفيستيشنز بتاعت البرايتس، وده حاجه بروفد باي كلينيكال ترايلز الريفامبيسين. بس مشكله الريفامبيسين طبعا مسحوب من السوق في معظم دول العالم عشان يقللوا الريزيستنس بتاعت الليبروسي، يعني ما عادش تلاقي الليفرامبسين بسهوله، كان زمان متاح دلوقتي ما عادش متاح لان معظم الصيدليات بامر وزاره الصحه عشان خاطر نقلل الريزيستنس اوف ليبروسي. فالبديل بقى هندخل رقم 2 عندنا البوليستيرامين خلاص، ونبتدي بجرادوال انكريزنج دوزز، مش ندخل على طول بثلاثه، لا نبدا بواحد يومين ثلاثه، نبدا باثنين. البديل بتاعه لو انا مش لاقي هو ناقص بقال شويه الاورثو دي اوكسيكوليك اسيد، الاورثو فال خلاص الاورثو دي اوكسيكوليك اسيد وده سيف. دكتور السكرين مشيت يا دكتور، السكرين مشيت سمحت يا دكتور، ممكن يعملوا ميوت بس الاصوات كتير قوي طيب هكذا اظن السكرين شغال. قلنا الريفامبيسين اول اختيار بس ما عادش متاح، فالاختيار الثاني كوليستيرامين، بس لو سمحت ما تستخدموش في عيانين البرايمري بيليري سيروزز، هيزود الاوبستراكشن خلاص، هيزود الاوبستراكشن. ليه؟ دي قصه معتمده على الباثوجينز بتاع البرايمري بيليري سيروزز، لان بيكون في اوبستراكشن جوه الانترا بيليري جلاندز، وهو هيمنع الهيباتيك انتيرو سيركيليشن. مش مشكله دي قصه طويلة يعني. لكن الفكرة ان الكوليستيرامين بنستخدمه في كل الليفر او هيباتيك بروريتس ما عدا البرايمري بيليري سيروزز وما عدا البريجننسي. الكوليستيريزز اوف بريجننسي ما ينفعش استخدم فيه الكوليستيرامين عشان خاطر هيعمل ديفيشنسي في الايه في الاسينشال فيتامينز الفات سوليبل فيتامينز، عشان هيقلل امتصاص كل الفات سوليبل فيتامينز اللي اكيد دول كلهم هيروحوا، ما يقدرش ما فيش حاجه توصل
للايه للامبري، ما ينفعش استعمله في البريجنسي. طب استعمل بديله ايه؟ الارسو دي اوكسيكوليك اسيد او اللي هو الارسو فالك موجود عندنا، ارسو دي اوكسيكوليك اسيد ده بيزود السوليبيليتي بتاعت البايل اسيد. تالت اختيار لينا السيرترالين، خلاص ك السيروتونين انهيبيتور المودابكس والاوبييتس. الاوبييتس مهمين جدا 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 في عينين الهيباتيك، بس مشكلتهم ايه؟ لو خلنا ادينا له هاي دوز ممكن تيجي يدخل في الهيباتيك ريكو، خلاص ماشي. فناخد بالنا من الاوبييتس، اختيار لطيف جدا، اختيار جدول. انا سامع اللي بيقول ده جدول، يا لهوي ده جدول، ما انا هقول لك مفاجاه انك انت دكتور تقدر تكتبه عادي، تكتبه تاكل شريك الشيء كويس بتاعك وهيتصرف عادي جدا، خلاص. طيب يبقى النالتريكزون النالميفين دول الاوبييت انتاجونست. طيب في اذر اوبشنز عندي، عندي الفوتوثيرابي طبعا، ده اختيار لطيف برضو، وده نعتبره الفايف فيفث لاين، على عكس اليوريميك هنقول ده الفيرست لاين، لكن هنا ده الفيفث لاين. مش ده الاختيار الامثل بس اختيار لطيف لان هو فيري سيف. نختار النارو باند، مش هينفع نختار البوفا لان الصوره اللي هيعمل ايه، هيزود الهيباتوكسيستي. اختار النارو باند ادرا فايولت بي، ده اختيار لطيف على عينين الهيباتيك بس مش هو الاختيار الاول. حاجات تانية بتشتغل على الهيباتيك مايكسون انزيم انديوسر زي الفينوباربيتون، دي حاجات معروفه انها بتشتغل بتزود الايه ديستراكشن، خلاص. الثاليدومايد مهم عشان في الليفر تيومرز بالذات عشان ليه انتي انجيوجينيك افكت، خلاص. هو مكتوب اصلا في علاج الهيباتوما ان هو بيقلل السايز بتاع الهيباتوما عن طريق ديكريز السايز اوف بلاد فيسلز او ديكريز الفورميشن اوف نيو بلاد فيسلز، عشان كده برضو بنستخدمه في الكابوس ساركوما باعتبار ان هي نيو بلاد فيسلز فورم. التوبيكال تاكروليماس مش السيستميك. النيزوبيلير درينج ده حاجه كده بيعملوها بتوع الجراحه وما بيعرفوش يعملوها. اكسترا كوربوريال دالالسيس ده اللي هو الغسيل الكبدي، خلاص. اكسترا كوربوريال دياليسيس ده الغسيل الكبدي في عيانين الايه سيفير ليفر فيلير. طبعا ليفر ترانسبلانتيشن ده الحل الاكيد للموضوع. الاندنسيترون دول حاجه بتشتغل على السيروتون ريسبتورز في البرين، اللي يفتكر الاندنسيترون والجرانيسيترون دي حاجات انتي ايميتك لعيانين الكانسر، تشتغل على السيروتون ريسبتورز. بقى لك بما ان السيروتونين بيزيد في العيانين دول يبقى ادي له انتي سيروتونين زي الاندنسيترون او الجرانيسيترون هيحسن، وده بروف باي برضو كلينيكال ترايلز. دول فيفث اوبشن مش هم اختياراتي الاولى، ده العيان اللي بيعاند معايا ابتدي ادور على اذر ميدييتورز هي المسؤوله عن الهرش بتاعه غير اللي انا جربت لهم العيان. مهم قوي ابعد عن الجابا بنتن، خلاص، والليريكا، عشان العيان ده هيدخل بسهوله بسهوله خالص اول ما ادي له جابا بنتن على طول هيدخل بالهيباتيك بريك كوما والهيباتيك كوما. يبقى ممنوع الجابا بنتن، و مش اختياري الاول الفوتوثيرابي في الهيباتيك، بس هعكس الكلام كله في اليوريميك. ده عيان الفيريتين كان طالع بتاعه 1000. الصوره دي من الكارتيسي اوف دكتور هانا بولوفا، دي حطتها دكتور هانا بولوفا من عيان جاله كان الفيريتين عالي جدا، طلب له اتش سي في واتش بي اس انتيجين، الاتش بي اس طلع نيجاتيف بس الاتش سي في طلع بوزيتيف، وطلب 1000 فيتو بروتين طلع 48، المفروض يكون اقل من 7، وده دلاله على الايه الهيباتوما، ده التيومر ماركر بتاع الهيباتوما. ولو سمحت ما تنساش الثالوث مش هقول مقدس بتاع اتش سي في وهيباتوما وهايبر فريتينيميا، الثلاثة اتش اتش سي في وهيباتوما والهايبر فريتينيميا دول ثلاثة ثالوث بيتفقوا مع بعض. هتلاقي العيان عنده هايبر فريتينيميا يبقى شوف اعمل له فيسيشنز الاتش سي في واتش بي اس وشوف الهيباتوما، خلاص. طب اليوريميك بيشنت الانتستيجنال ديزيز ممكن تبقى بريزنتد بروريتس بس، زي ما قلت في المحاضره، يبقى اي عيان عنده جنرالايز بروريتس اوف اوريجين يبقى لازم اطلب له الالكترولايتس، اطلب له السيرم كرياتينين والسيرم يوريا عشان نتاكد ان هي مش موجوده. ازاي بيهرش او ايه سبب ميكانيزم؟ اسباب كتير، اما زيروزز عنده كلهم عندهم زيروز، فكان الكلينيكال مانيفيستيشن بتاعه اليوريميك بيشنت زيروزز هايبر فيتامينوزز ايه الهايبر بارا، الهايبر بارا تعمل انديستيجنال ديزيز والانديستيجنال ديزيز يعمل هايبر بارا، علاقه ايه رايحه جايه. الهايبر بارا وبالتالي الهايبر كالسيميا والهايبر فوسفاتيميا، ذلك الحاجات دي لازم تعمل له كانفستيجيشنز في عينين اليوريميك، اتاكد ان فيش هايبر بارا، اتاكد ان فيش هايبر كالسيميا، اتاكد ان فيش هايبر فوسفاتيميا. والهايبر ماجنيزيميا
والأوبييت اللي ما بتتكسرش أو أقصد اللي هي ما بتحصلهاش سكريشن ممكن تتراكم في العيان ده فتعمل له إتشينج. الأنيميا كل عيانين اليوريميك عندهم أنيميا. ليه؟ عشان ما عندهمش إريثروبايوتين. يا لسه كتير إريثروبايوتين. الإريثروبايوتين بتاع زمان ده مش موجود عند عيانين اليوريميك، لذلك لازم تتأكد العيان ده بياخد الإريثروبايوتين. لازم تتأكد عيان اليوريميك اللي جاي لك بهرش إنه بياخد إريثروبايوتين. تمام، ده هيرجعنا للكلام الاولاني بتاع اللو فيريتين، وان الايرن ديفيشنسي بيزود البروريتس او عيان دي ضبطه من ضمن الاسباب اللي بتظهر بتؤدي الى بروريتس في عيان اليوريميك. العيان ده يقول لك يشكي ان هو قبل ميعاد الجلسه وبعد الجلسه على طول. قبل ميعاد الجلسه نتيجه تراكم التوكسينز، خلاص تراكمت قبل الجلسه بيوم مثلا، يقول لك انا خلاص بموت من الهرش. وبعد الجلسه داليسيس برضو تلاقيه بيهرش جامد جدا عشان خاطر الميديتورز اللي هي ايه اللي طلعت مع الدياليسيس. العينين دول بشكل عام انا بصلح الكالسيوم فوسفيت بالانس، اتاكد الاول بالانفستيجيشنز هسال اسمهم واشوفهم، والهايبر بارا اصلح الانيميا بالاستروبوتين، اديله بلاند موليانس كتير، ممكن لو لوكالايزد اريا اوف اتشينج اديله حاجات زي التوبيكال كالسينورين او الكابسايسين. انما الموست هيلبفول الحقيقه هي النارو باند الترا فايلت. ده خلاص ده الفيرست لاين في كل الجايد لاينز، ان العيان اليوريميك برايتس ان انا ادخله لازم ياخد نارو باند الترا فايلت، مش هيتحمل غيرها. يا ربت كتير عينين ياخدوا الحاجات دي. تاني لاين على طول بعده اللي هو الجابتين والليريكا، يبقى عكس الهيباتيك. عكس الهيباتيك عيان اليوريميك بياخد فوتوسيرب، ده الفيرست لاين بتاعه، ده ما هناك ده فيفس لاين، و ياخد الجابابنتين والليريكا، مش هتدخله في كوما هنا. تمام، طيب في other lines ممكن يدي اللوبيت انتاجونس، بندي الاكتيفيتد شاركول على اساس ان هو ادسوربنت يمص التوكسينز دي قبل ما يحصل لها امتصاص من الجي اي تي، ندي الميرتازيبين كانتي سيروتونين، ندي الكيتوتيفين كمسل ستابلايزر، كل ده ليه افكت بس ايه كسكند لاين. الأكيوبانكشر أو الإبر الصينية لها رول في عينين اليوريميك بروريتس، وطبعا الحل الأكيد إن أنا قاعد ديره إيه رينال ترانسبلانتيشن. لو سمحت زي ما كنا قلنا بلاش جابتن وبلاش الليريكا في عيان الباتيك، هنا بلاش السيراتيف أنتي استامينز خالص، هتدخل العيان ده في ديمينشيا بروفت، هتؤدي إلى ديمينشيا مع مرور الوقت مع استخدام العيان للسيراتيف أنتي استامين. العيان ده بيتراكم عنده الميتابولايتس بتاعت الانتيستامين فبتعمل له ديمنشيا. طيب البارانيوبلاستيك بروريتس عينين الكانسر اللي بيجوا يشتكوا من هرش، ازاي اشك ان العيان ده ممكن يبقى بارانيوبلاستيك بروريتس؟ غالبا عيان عجوز في السن، عيان هيفي سموكر، عيان سادن اونست اوف سيفير بروريتس، مره واحده يقول لك لسه من شهر بيتهرش مقطع جسمي ما بيبطلش كل يوم، خلاص مفيش اي درماتولوجيكال كوزز، مش شايف اي حاجه، عنده ساينس اوف كاكيكسيا اللي هو الانوركسيا والويت لوس والليفادينوباثي، خلاص اعمل له توتال بودي سي تي، اعمل له البوزيترون ايميشن تيموجرافي لو انا شاكك وعندي الحاجات الدلائل دي. ممكن اعمل انفستيجيشنز قبلها زي الاي اس ار، خلاص يساعدني في الايه في السسبشن ده. الانتي هيستامينز في الحاله دي ملهاش اي دور، اللي ليه دور اللي هو الباروكسيتين خلاص والابري بيتنت. الابري بيتنت ده واحد من العيله بتاعت سبستانس بي انهيبيتورز، خلاص هنا المسؤول عن الهرش سبستانس بي، الابري بيتنت هنا بنستخدمه. الريميرون ده ميرتازيبين قلنا ده انتي سيروتونين عليه قبل كده، والجراني سيترون برضو انتي سيروتونين زي ما شرحت اللي هو انتي ايميتيك، خصوصا لو عنده ايميسز هيشتغل معاه، والباروكسيتين خلاص برضو بيشتغل عليه. سايكوجينيك بروريتس دي يعني لو كل اللي فات ده ما شفناهوش في العياده وده شك فيه، يعني السايكوجينيك بروريتس عدى عليك اكيد. ده عيان عنده نيورو درماتيتس بيهرش لاسباب سايكولوجيك، خلاص عنده انكزايتي بيطلعها في شكل هرش، عنده ستريس بيطلعها في شكل هرش، ديبريشن فير امبارسمنت، او المرض ما اعرفش شفتوه انا الناس شفته 4-5 مرات اللي هو ديليوجن اوف انفستيشن او ديليوجن اوف بارازيتوز، الست الكبيره او الراجل الكبير اللي جاي يقول لك في حاجات بتمشي وانا مسكتهم وروح مطلع لك كده
صندوق كبريت وفي حتة جلد، حتة جلد بس، مفيش أي شايفهم هم، أنا مسكهم هم ماتوا دلوقتي خلاص. وكل حكاية بارتكز سكيلز كل حاطه في العود الكبريت في ماتش بوكس ساين، يقول لك شايف أهو مسكتهم طلعتهم بيمشي تحت جلدي خلاص، ده اسمه delusion of parasitosis. طيب كل ده سيكوجينيك بروريتس، من علاماته برضو disturbed sleep pattern، واحد بيقول لك لا ما بنامش طول الليل، بنام الصبح، بنام ملخبط، بنام ساعتين واصحى، كل دي من علامات سيكوجينيك بروريتس. يقول لك انا بقلق دايما بالليل، قاعد اهرش خلاص، احس حاجه بتقرصني، في حاجه بتقرصني كده وخلاص، في حاجه بتمشي تحت جلدي، في ميكروب بيمشي تحت جلدي، في حشره بتمشي تحت جلدي خلاص. ده سيكوجينيك بروريتس في الغالب، خصوصا لو كل الانفستيجيشنز بتاعته كويسه. العلامات او الكرايتيريا عشان اشخص سيكوجينيك بروريتس، لان انا ما ينفعش اسيب الحاجه الثانيه اقول اول ما يجي العين اقول عليه سيكوجينيك، لازم يكون كرونيك بقى له اكتر من 6 اسابيع، مفيش برايمر سكين ليجن، ومفيش سوماتيك كوز يعني اللي هي اليوريميك او الهيباتيك او الكانسر او اي حاجه تاني، ويكون في واحده من الثلاثه من الكرايتيريا الثانيه دي، ان هو جاي مع متسمع بدايه اضطرابات نفسيه، جاي مع ستريسفول ايفنت، ستريسفول لايف ايفنت، بيزيد بالليل او ما يبقى الفاضي او يبقى لوحده او هيجي ينام خلاص، انت كده ايه الانشغال اللي وراه مشاغل الحياه راحت، هو دلوقتي بقى فضل ايه لتوتراته وقلقه وافكاره السوداء تبتدي تظهر له، يبتدي يهرش بقى، يبتدي يطلع التوتر ده كله في شكل هرش، او انه بيتحسن لما بياخد العلاج النفسي، ده عيان اصلا يعني انكزايتي مثلا وبيتابع ومثلا انت بتاخد باقي حاجه، انا عندي انكزايتي باخد لها علاج، طب الهرش ده بيتحسن لما بتاخد بتاخد علاج، بس يعني مش انكزايتي السبب، ولا هو مقتنع ان الانكزايتي مش هي السبب، لانه مقتنع ان في حاجه هي اللي في جلده. طيب ده شكل المعتاد بتاع نيورودرماتايتس او سوجين بروريتس، تلاقيه عامل بيكينج، عارف يعني كانه بينقر الايه الجلد خلاص، بياخد كده بطرف اصبعه ويشيل، بيعمل بيكينج في جلده، ده الشكل الايه ما تنساوش بتاع سوجين بروريتس او نيورودرماتايتس. نعالجه ازاي؟ ده طبعا علاجه مين لي مع بتوع النفسيه، الجابنتين كانهبيتور نيورو ترانسميتر والليريكا حل بالنسبة لنا، بس برضو هو علاج مفتوح النفسية أكتر، SSRI، الميتازبين، الناروباند، كل دي حلول مساعدة مع الحل النفسي. آخر حاجة أتكلم عنها البروريتس إن ذا إلدرلي بيبل، راجل عجوز وكل تحليله كويسة ومش نيوروزرماتايتس ولا حاجة، ده في الغالب عنده سيفير زروزس، بس لازم أدور أحسن يكون عنده مالينس، نقول من الحاجات اللي تشككني في المالينس فيري أولد إيج خلاص. ممكن يبقى ايرلي بولس انفلويد، ايرلي بولس انفلويد ده ممكن يجي اتش، شفتها انتوا هتشوفوها عيان ايرلي بولس انفلويد. احنا مش سامعين يا دكتور صوتك من صوت من الدوشه يا دكتور، مش سامعين صوت حضرتك من الدوشه. خلاص اهو شغال. العيان ده ممكن يبقى ايرلي بولز انفلويد، عيان راجل كبير يوز ابتدي يهرش نتيجه ارتكاريال، بتشوف ارتكاريال ويلز قاعد يهرش فيها خلاص، وممكن يجي قبل ارتكاريال ويلز بهرش بس. طبعا تشخيص صعب زي كده، انك انت تشخصه بولز انفلويد انت هتعالجه عادي كانه ارتكاريا لغايه ما تبتدي تشوف ان هو نون ريسبوندنج للانتي ستامينز، يبتدي يظهر تنس بولي ولو صغيره او تنس فيزيكال، ساعتها افتكر الكلمه دي عيان بيهرش، وحد كبير حط في دماغك الايرلي بولس انفجويد، الايرلي بولس انفجويد ما تنساهوش في عيان راجل كبير بيهرش، خصوصا لو معاه ارتكاريا الويلز خلاص. بالبلد كده يعني ارتكاريا واحد عنده 80 سنه، ايه اللي لسه ما جربوش جد عليه في جسمه فعمل له ارتكاريا، الكيوت ارتكاريا العاديه اللي تيجي من الرجين جديد، ده 80 سنه ده عدى على كل الارجينز اللي في العالم خلاص، فما تستعجلش في تشخيص الارتكاريا في عيان عجوز، لو لقيت ارتكاريا الويلز حط في دماغك البولس بنفجويد. عينين اللي هو خلاص لا ما بنتكلمش على البولس بنفجويد، عينين اللي هو الويلنز اتش البروريتس الالدرلي ما عندوش اي حاجه من دول بس شويه زيروزز، ده قلنا من احسن حاجات قلت عليها في اول محاضره خالص، النارو باند والجابا بنتين خلاص، قلنا افويد السيريتنج انتيستامين، العينين دول اصلا هيعملوا
ديمنشيا. حتى الجيه بنت نبتدوا كمان يتكلموا عليه في البيري اولد بيبل ان هو برضو بيزود النيرف جينيريشن وبيمنع النيرف ريجينيريشن، فما بقاش مستحب في الاولد ايج. فافضل خيار ليا هو النارو باند. طبعا ديرو بلاند موليان ما عنديش اعتراض، تيبيكال كورتيكوسترويد عليها اعتراضات كتير عشان خاطر غالبا بيبقى سيرفيس اريا عاليه قوي فما بقدرش استخدمه. وكنت يعني لو عيان حسه فيري ويل اورينتد تقول له على الحته اللي بتهرش فيها قوي حته لوكلايز ما تزيدش عن مساحه الكف اليوم. وأتطور زي ما قلنا على المالجنسي أو بيوبسي لو ظهرت البولز مفجويد بفيزيكال ولا حاجة. ومن أفضل الحاجات في حالة البولز مفجويد اللي جاي بإتشنج يديله الأذى سايوبرين. خلاص من ضمن الحاجات اللطيفة لو هو مش مستجيب للتوبيكال كورتيكوسترويد وشكوته الأساسية إتشنج. خلاص أنا كان عندي عيانة ما تحسنتش غير لما أخدت الأذى سايوبرين مع أنها بولز مفجويد. البولي بتروح مع التوبيكال سترويد لكن يفضل البرايتس بياخد أزاسايوبرين يبقى كويس جدا. يبقى هنقول حاجات عامة تيكوماسيز عامة عن عينين برايتس. لو عندي برايتس كيس what to do، في سكرينينج انفستيجيشنز هنعملها لكل عينين اللي ببرايتس اوف نوندرماتولوجيكال كوز اللي هو اعمل ديتيلد هيستوري ديتيلد اكزامينيشن يمكن القط حاجة سيستميك. اعمل في الروتين زي ما اتفقنا سي بي سي اس ار سي ار بي رينال وليفر فانكشن تيست وشست اكس راي. خلاص جايدد باي هيستوري ممكن اطلب الانتي ميتوكوندريال انتي بودي او البايل اسيدز زي ما قلنا. اوبشنال سكريننج لو في اي حاجه تدل على ان انا محتاج ازود الحاجات دي الثايرويد فانكشن تيست الهيموجلوبين اي 1 سي المفروض عيان شاكين انه يكون دايابيتيك لو عنده المانيفستيشنز اللي تخليني اشك. لاكتيد هيدروجينيز ده مهم عشان الكانسر خصوصا الليمفوما. الكالسيوم والفيتامين دي قلنا الهايبر كالسيوم في عينين يوريميك. الهيباتايتس الاتش اي في كل ده جايدد باي كلينيكال سسبشن. الاميونوجلوبلينز السي تي ام ار اي والبايوبسي كل دي حاجات جايدد بايه بسيرتن انديكيشنز لكن في سكريننج هطلبهم لكل العيانين دول اللي احنا قلنا عليهم في الاول. جنرال ميجرز ان انا اقول للعيان ابعد عن الحاجات اللي ممكن تزود لك اللي هيقول لك ايه اللي ممكن يزود لي. قول له الفيري دراي سكن ما تنشفش جسمك قوي. خلاص دايما ما تستخدمش ميه سخنه يعني دول معظمهم بيحبوا الميه السخنه. الميه السخنه زي اللي بتهرش لهم خلاص بتديهم احساس كان حد بيرش لهم. ليه بتضيع السنس بتعمل ماسكينج للسنسيشن اوف برايتس. خلاص ويبقى مرتاح قوي هو حاسس بالسخونه بس فضيعت له السنسيشن اوف برايتس. طبعا هي هتزود دراينس عشان كده بنقول العين ما تعملش كده هتزود دراينس اوف ذا سكن. خلاص ابعد عن الحاجات اللي تزود دراينس زي الساونا زي الالكول كومبريسز الحاجات اللي فيها الكحول كسولفنت. خلاص ما تقعدش تستحمى كتير تخيل ان الموضوع مش نظافه زي ما بيتخيل البعض ان هو بيورش عشان خاطره مش نظيف يقعد يستحمى كتير ويزود المشكله. ابعد عن الفيري هوت اند سبايسي فود لان هيكون في سبستانس بي عاليه قوي هتزود البرايتس. ابعد عن الالكحول الهوت درينكس كل ده هيزود الايتشنج. ابعد عن الكونتاكت الرجيك الالرجنز زي العطور نقول له بلاش عطور بلاش ريحه تحط ايدك في المواد الكيميائيه باي شكل من الاشكال زي المنظفات الصناعيه ما تجيش ايدك في سيمنت ما تجيش ايدك في اي ماده كيميائيه على قد ما تقدر. نقول له دايما تلبس حاجات قطنيه نخلي الروم تمبريتشر لو ونظبط الهيوميديتي بتاعتها طبعا بالتكييف لو متاح. نقول له استخدم سوب برفيوم فري سوب ما يكونش فيه ريحة نلطف الحاجات نستخدم جليسرين سوب تبقى نون ألكلاين ومايل زي ما مكتوب كده وفيها مويسترايزيشن. خلاص ونقول له دايما مع كل العينين دول ننصحهم دايما بجود مويسترايزر. خلاص جود مويسترايزر حاجات يكون فيها جليسرول أو كامفور أو منتول. الكامفور والمنتول دول بيعملوا كولدنج للسكين. خلاص دايما ندوروا على الحاجات المونيت اللي فيها الكامفور عند ما تقولوا بيجي في حاجات كتير قوي. خلاص البراموكسين بيشتغل كان الجيزيك شويه اللي عايز يعرف عنه دايما نقول له المويست رابس او الكولينج رابس على الحته اللي بتحرش فيها يعني هو بيحرش في الاطراف يبقى نقول له بيعمل ايه بيغسل ايده ويعصر فوطه قطنيه كده بميه. خلاص ميه ساقعه خلاص يعصرها كويس يبقى مويست. بعد ما غسل ايده نشفها نص نص يلف عليها اللبس القطن المبلول ده
يلف حوالين ده هيكيب المويستشر كويس. ودي بنصيحه حتى لعينين الاتوبيك ديرماتايتس، نقول له زي ما قلنا ان ما تطولش بالحمام عشان ما تعملش دراينس، وما تستحماش ميه سخنه خلاص. ممكن نحط على الميه اللي تسحم عليها بوتاسيوم برمنجنات، هتقلل الدراينس بتاعك ساعه اللي بعد الاستحمام. واند ثانك يو. في اي اسئله بعتوها يا ريت على جروب الواتساب.